كجسد عادت إليه الروح بعد أن شارف على الانتهاء خلال السنوات الماضية. هذا هو حال مستشفى عتق العام بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. فبعد أن عين محمد صالح بن عديو محافظا للمحافظة، عمل على دعم المستشفى من خلال تغيير طاقمه الإداري بإدارة ذات كفاءة عالية، علاوة على افتتاح العديد من الأقسام أهمها قسم الطوارئ وقسم العزل، بالإضافة إلى قسم الحضانة والذي يقدم خدمات مجانية، ناهيك على اعتماد 3 كوادر من الإخصائيين في المستشفى، مما ساعد ذلك على تحسن الخدمات داخل أروقة هذا الصرح الطبي. نشكر الأخ المحافظ ونشكر الأخوة في السلطة المحلية جميعا على اللفتة الجميلة وعلى الاهتمام الكبير والرعاية الكبيرة لهذا المستشفى الذي يعد المستشفى المحوري في المحافظة. بدأ المستشفى يعني يستعيد أنفاسه من جديد، ونطمح ونسعى أيضا إلى أن نجعل هذا المستشفى يرقى ويقدم خدمات أعلى من ما هو يقدمها اليوم. المواطنون يتوافدون من جميع مديريات المحافظة إلى هذا المستشفى المحوري، لا سيما مع عمل إدارة المستشفى جدول لدوام جميع الأطباء الإخصائيين، حيث أصبح جميع المرضى يجدون ظلتهم على مدار 24 ساعة. خدمة ممتازة الحمد لله، اللهم لا الحمد على ما ساق ربه، وشوف العناية في المرضى أحسن من ما كانوا عليه، قايمين بواجبهم من عز ما يكون. هذا لاحظناه وشفناه في هذا المستشفيات المركزي. وستدخل خلال الأيام القليلة المقبلة خدمات كبيرة أهمها الأشعة المقطعية التي تعتبر الوحيدة في المحافظة، بتوجيهات من المحافظ بن عديو من حصة المحافظة من عائدات النفط من حقل العقلة، فيما ستضاف تخصصات جديدة في قسم الجراحة العامة والأوعية الدموية بحسب إدارة المستشفى، من أجل القيام بجميع الخدمات للمرضى وعدم اضطرارهم إلى السفر للخارج. تتحسن الخدمات داخل مستشفى عتق العام يوما بعد آخر بعد التغييرات التي عملها محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو في مجلس الإدارة، علاوة على اهتمامه بالمجال الصحي، حيث أصبح هذا المرفق يقدم معظم الخدمات على مدار 24 ساعة. حسن البركي لقناة سهيل من محافظة شبوة.